على فكرة صدفة، موضوع جوازك من جلال ده موضوع بسيط جدا وممكن يتحل كده. لا طالما كده يبقى قول قول يا مترو، سمعني احلى كلام وانا كلي اذان المصغيه. صاغيه صدفه، اسمها صاغيه مصغيه. على فكره صاغيه ده خطا لغوي شائع، خد مني وما تراجعش. لعلمك انا كنت بدي دروس عربي وجغرافيا. طب عاصمه الصين ايه؟ الصينيه مش وقت مسابقات دلوقتي يا صدفه. اتفضل يا مصطفى بيه، احنا هنرفع قضيه خلع. خلع يا مصطفى بيه؟ خلع ايه؟ انت عايز كده تقول ان الراجل النصاب الحورتاجي ده اتجوزها بعقد سليم؟ ازاي يعني؟ طب ما هو العقد سليم فعلا ومتسجل في المحكمه يا طارق بيه، وانا جبت صوره منه كمان، ولو دخلتوا على مصلحه الاحوال المدنيه هتلاقوا عقد مميكن. العقد ده يا جماعه مستحيل يبقى مزور. يعني ايه مستحيل يبقى لا مزور؟ وانا الراجل ده ما اتجوزتوش يا جماعه، افهموني حتى ما لمسنيش. الجواز شيء واللمس حاجة تانية، ما تزعلش مني يا طارق بيه. احنا قدامنا أوراق رسمية يا مدام صدفة. إيه؟ لا رد أنت بقى يا طارق، ده بيقول لي يا مدام. معلش معلش، في إيه يا مصطفى بيه؟ مدام إيه؟ لأنها في عرف القانون متزوجة. أنا آسف يعني. يبقى الحل الأسرع والأكيد إننا نرفع قضية خلع. طيب أنا ممكن أرفع لك قضية طلاق للضرر، وكمان بس ده هتاخد وقت طويل، وكمان ممكن اقرفهولك بالنفقه والمتعه والمؤخر واخليه يكره اليوم اللي اتجوزك فيه. لا كده كتير. لا طارق بيقول لي اتجوزك، فين المصحف؟ هو المكتب ده ما فيهوش مصحف؟ المصحف في الدرج عندك. اللي ما بيفتحش ده اهو. طب والمصحف ده على عيني وكتاب ربنا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يجي لي شلال الرعاش، ان شاء الله اتجنن واتعمي. ان شاء الله يا رب تشوفني في الاشارات كده زي الهبله. ما تشر عليك يا صدفه. تسلمني والله العظيم ثلاثه، انا لا اتجوزت الراجل ده ولا رحت له البيت ولا خدت منه فلوس ولا اي هبد من اللي بيهبده ده. الله، امال الورق اللي مضاك وبصمك عليه ده ايه؟ ما هو ده ام السؤال اللي انا خلاص زهقت من اجابته. ما اعرفش. تحب اقولها لك بالانجليزي؟ I don't know. حلوه كده بتاع الانجليزي. وبالفرنساوي جي سي نيبا. انت عارف ان انا كنت بدي دروس لغات الابتدائي؟ انت شاطره قوي يا صدفه. بس بقى يا طارق بقى بجد، لا انا بتكلم بجد دلوقتي، ركزوا معايا. عشان الكلام ده اخر مره هقوله، انا الراجل ده مفيش بيني وبينه لا ورق ولا اقلام. انا يا دوبك شفته اليوم بتاع الحفله لما ركبت معاه العربيه ولما رحنا له مع بعض، غير كده لا. لا ثانيه واحده. ايه انا افتكرت حاجه. ايه افتكرت ايه؟ لا سيبوني اركز عشان انا ثانيه واحده بس بركز. ايه ده؟ بقول لكم ايه، بس انا عايزه يعني فنجان قهوه كده بوش بن محوج او عصير عشان ضغطي وطي. الاثنين هتلاقي قهوه وعصير. حاضر. لا خلاص افتكرت. ايه؟ الراجل ده يومها سالني سؤال،